كابتن بن شرقي، اتفرجوا على تألق ابو جبل، زيزو، طارق حامد، اتفرجوا على كل الناس دي وهي بتلعب بشكل يوسف اوباما. مش عايزه انسى حد والله، كل اللعيبه وعبد الشافي طبعا اللي ما حدش يقدر ينكر مجهوده بالذات الفتره الاخيره، وطبعا الزمالك هو اقوى دفاع في الدوري وتاني هجوم في الدوري. دي الاسباب اللي خلت الزمالك ياخد الدوري. خلينا بقى نتكلم عن الانتقالات، بس انا محتاجه طبعا نتكلم عن الشناوي وعن الاهداف اللي احرزها. طبعا الشناوي حارس كبير، حارس مهم جدا جدا جدا، ان شاء الله الفتره الجايه مستواه يبقى افضل. خلينا نتكلم عن الاخطاء. الشناوي يا جماعه لعب 26 مباراه، دخل فيه 17 هدف وعمل 12 كلين شيت. طيب لعب 8 مباريات فقط، علي لطفي لعب بالمناسبه 8 مباريات فقط، دخل في شباك 11 هدف وعمل كلين شيت واحده. طيب نشوف بقى عندك الناحيه الثانيه، الزمالك الجزئيه بتاعت الزمالك، محمد ابو جبل لعب 17 مباراه، دخل في شباكه 8 اهداف وعمل 10 كلين شيت. جنش لعب 9 مباريات، دخل فيه 5 اهداف وعمل 6 كلين شيت. طيب عواد لعب 7 مباريات، دخل فيه شباكه 7 وعمل كلين شيت واحده بس. يعني ارقام حراس المرمى في الزمالك تعتبر ارقام محترمه جدا، وبالارقام احنا بنشوف طبعا دي كلها حاجات بالارقام، بس المستوى بيختلف في التدريب الفتره اللي جايه، كل الكلام ده هنشوف المستويات هتتغير ازاي. طيب نروح بقى لموضوع الاهلي. بالمناسبه دخل فيه السنه دي 28 جون السنه دي بس، وده رقم ما حصلش في تاريخ الاهلي، يعني كان اقصى رقم وصل له اعتقد 27 جون، وكان في موسم 2003 تقريبا، مش فاكره بالظبط في موسم قد ايه، لكن ده رقم اكبر رقم حصل في الاهلي او تلقى ضربات في شباكه، 28 جون بالظبط. طيب خلينا بقى نروح للصفقات الاهداف شباك الاهلي. خلينا نروح لصفقات الاهلي. معلش يا جماعه بس عشان حصل تغيير في السكريبت. الاهلي اتعاقد مع بيرس تاو، اللي هو منتقل من الدوري الانجليزي، ولوبيت مكسويفي وكريم فؤاد وحسام حسن. طبعا وشفنا امبارح كريم بامبو لما قلع تيشيرت البنك الاهلي وانضم للزمالك. كل التوفيق لكل اللعيبه، وان شاء الله نشوف موسم